المباراه الاولى مع النصر تشوف الفريق جاب 18 لاعب كيف ينسجم مع بعض فاهم ولا ما كان عندنا خوف الحمد لله ما لعبنا مع الاتحاد ما كان عندنا خوف احنا اعطينا الاتحاد فرص سجلوهم علينا ما كناش خايفين الحمد لله انا شفت اليوم ما كناش خايفين المقابله اللي لعبنا خسرنا جوج وربحنا واحده ما كناش خايفين لكن مقابلتين الاولى ما كانت معنا حظ مشينا المرمى لو شفتي مع نادي النصر نادي النصر فريق كبير ورحنا المرمى لو تتذكر المقابله انا